سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه الحلقه نخصصها للحديث عن انتشار الوباء الفيروسي المسمى محليا بالمكرفس وتسببه في وفاه العديد من الاشخاص. يشكو سكان مدينة الحديدة من تزايد الانتشار للمرض الفيروسي المسمى بالمكرفس الذي أصاب مختلف الفئات العمرية. مصادر طبية قالت إن عدد الإصابات في تصاعد مستمر وسط نقص في الأدوية والكوادر الطبية. وقال مصدر طبي في مستشفى الثورة العام إن الأعداد الكبيرة التي ترقد في المستشفى تسببت بازدحام شديد وعجز في مواجهة الفيروس. وتشهد الحديدة منذ أشهر انتشارا مكثفا للحميات المختلفة ما تسبب في وفاة عشرات المواطنين. إذا نتوقف عند هذا الخبر لنناقش في محورين: أسباب انتشار الأوبئة في محافظتي الحديدة وتعز، ودور المنظمات الأممية والسلطات المحلية في مجابهة ذلك. نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. وكأن البلاد ينقصها الأوبئة في انعكاس لشكل الحرب التي تعصف بالبلاد منذ 5 أعوام. تفشت العديد من الأمراض والأوبئة التي باتت تهدد حياة اليمنيين في ظل التحذيرات الدولية من تدهور الأوضاع الصحية. الكوليرا وحمى الضنك والدفتيريا وانفلونزا الخنازير والحمى الفيروسية كان ظهورها مؤشراً على تدهور الوضع الصحي في بلد أكثر من نصف مرافقه الصحية لا تعمل، وثلثاء السكان بحاجة لرعاية صحية وفقاً لأحدث التقارير الأممية. في الحديدة يشكو سكان المدينة من تزايد الانتشار للمرض الفيروسي المسمى بالمكرفس الذي أصاب مختلف الفئات العمرية، إذ أكدت مصادر طبية أن عدد الإصابات في تصاعد مستمر وسط نقص في الأدوية والكوادر الطبية. مصدر طبي في مستشفى الثورة العام أشار إلى أن الأعداد الكبيرة التي ترقد في المستشفى تسببت في عجز الطواقم الطبية في مواجهة الفيروس. ليست المرة الأولى التي يضرب وباء الحمى الفيروسية مدينة الحديدة، ففي نوفمبر الماضي تحدثت تقارير طبية عن وفاة أكثر من 50 شخصاً بسبب تفشي وباء الحمى الفيروسية في مديريات الجراح والتحيتة وبيت الفقيه والدريهمي والخوخة. وأمام استمرار الحرب وعدم بروز أي مؤشرات للحل، يرى مراقبون أن الوضع الصحي مهيئ لمزيد من التدهور قد يفضي إلى إصابة ووفاة المئات من الأشخاص بسبب انتشار الأوبئة المختلفة. إذا مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا من الحديدة صحفي بسيم الجناني. سيد بسيم مساء الخير. أهلا بك أخي، مساء النور. أهلا بك سيد بسيم. إذا سيد بسيم، هناك انتشار يعني جديد للفيروس المسمى محليا بالمكرفس، يعني لو تحدثنا عن هذا الفيروس، يعني هل يعتبر هذا جديد أو بالمرة الأولى الذي يظهر فيه في محافظة الحديدة، أم أن المحافظة يعني شهدت ظهور لمثل هذا الفيروس في مراحل سابقة حتى ما قبل الأزمة مثلا؟ نعم أخي، أولا الفيروس ليس بجديد على المحافظة. سنويا يجتاح الوباء محافظة الحديدة ومديرياته، خاصة في امتداد الريف والسهل التهامي. على حوالي في 2010 بدأ هذا الفيروس يتفشى بشكل سنوي ويحصد سنويا مئات المواطنين بصورة مخيفة وبصورة كارثية. وللأسف حتى هذه اللحظة وعلى امتداد 9 و10 سنوات لم يوجد مصل أو فحص مخبري دقيق يشخص الفيروس ويصنع له لقاح. كل ما يمكن الآن معالجة كل ما يمكن به معالجة الفيروس عبارة عن مغذيات ومحاليل لا تسمن ولا تغني من جوع. الفيروس يوميا لكن ما قبل 2010 ايضا هل كنتم تسمعون بوجود حالات بين فتره واخرى مثلا تعرضت للاصابه بهذا الفيروس؟ لا لم نكن نسمع. هناك كانت هناك انتشار للملاريا، وفي فتره من الفترات توقف تفشي مرض الملاريا بعد وجود محور ملاريا في الحديده، ويعني وجود وقايه للمرض بشكل كبير جدا، الا ان الفيروس حمى الضنك او ما يعرف بالمكرفس اليوم داخل الحديدة يحصد يعني ينتشر في كل بيت. هناك عدة عوامل ساعدت على انتشار الوباء. الوباء لم يتجدد كما قلت في التقرير، ولكن هو امتداد ل3 أو 4 أشهر ماضية. بدأ من مديرية الجراحي ثم امتد واجتاح زبيد ثم ما هي العوامل؟ ما هي العوامل سيد بسيم؟
هناك عدة عوامل، أهمها هي تكدس القمائم بشكل كبير جدا، المياه الراكدة في الأحياء السكنية خاصة بعد موسم الأمطار، أيضا هناك عدم توعية كافية للمواطنين بوقاية من المرض، المرض إذا تم وقايته بشكل صحيح. أيضا هناك قلة أو نقص في عملية الرش البعوضي في المناطق السكانية المكتظة بالسكان. للأسف الموضوع يعني تطور بشكل كبير جدا، اليوم نحن نتكلم عن يوميا إن لم تكن يعني 10 إلى 15 حالات وفاة داخل المدينة ومحيطها وضواحيها. الوباء امتد من جنوب الحديدة ولم يتم السيطرة عليه وتحجيمه في تلك المناطق. كل ما قدمته المنظمات عبارة عن محاليل وأدوية فقط لمواجهة الوباء. اليوم الوباء وصل إلى مديريات الشمال على بعد 150 كيلو من مكان تفشيه وبداية انتشاره. مدينة الحديدة اليوم تعيش حالة يعني كارثية، المستشفيات مكتظة، السرة في كثير من المستشفيات لم تعد كافية لاستيعاب الحالات، العيادات التشخيصية البسيطة في الأحياء السكنية صارت ممتلئة مكتظة، أصبح المرضى بعض هذا ما لم يستطيعوا. طيب هو بس يعني هناك كثير من الأوبئة منتشرة مؤخرا سواء في الحديدة أو محافظات أخرى منها الدفتيريا وأيضا الكوليرا وغرب النيل وغيرها من الفيروسات، و يعني نتساءل حاليا في محافظة الحديدة هل يعتبر المكرفس هو المرض الأول المسيطر في يعني لو أخذنا على سبيل المثال العشر الأيام الماضية، أم أن يعني مستوى انتشار الوباء هو يعني بعدد الحالات يعني نجد في المكرفس أو في الكوليرا أو في الدفتيريا الوضع متشابه؟ نعم أخي، طبعا الحديدة مدينة ساحلية وسهل تهامي، كل الأمراض التي انتشرت في المناطق الأخرى أيضا تفشت في الحديدة بشكل كبير جدا. الكوليرا نالت الحديدة نصيب الكبير منها في حالة في الوفيات وفي حالة الإصابة، هناك آلاف الحالات التي سجلت بمرض الكوليرا. أيضا الدفتيريا تفشت بشكل كبير جدا، يعني الحديدة بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، وللأسف هناك إهمال من وزارة الصحة ومن قبل المنظمات في وضع حد لهذا هذه الأوبئة من تفشيها بشكل كبير جدا، وبات الأمر يقتصر على تقديم العلاجات والأدوية فقط. هناك بعض المستوصفات والمراكز الصحية لا يوجد فيها فحص مخبري لتشخيص الحميات المنتشرة بشكل كبير جدا في مناطق الريفية خاصة. كل ما يمكن نقدمه مثل قلت لك عبارة عن مغذيات ومحاليل فقط، من ينجو نجا ومن يتوفى الله يكون ضحية هذا الوباء وهذا المرض. نعم. هو ما هو حاصل حاليا في الحديدة وخاصة المدينة التي انتشر فيها في العشر أيام الأخيرة بصورة مخيفة، ولعل الإعلام سلط الضوء على مدينة الحديدة كونها مركز المحافظة، ولكن نحن نتكلم عن 3 أشهر من تفشي المرض بصورة كبيرة جدا. نعم. هناك أكثر من 70 حالة وفاة في الجراحي مشابه لها في مدينة بيت الفقيه. أيضا في المدينة اليوم إحصاءات يعني لا يمكن حصرها، ومنها من وصل للمراكز والمستشفيات ومنها لم يصل ودفن في ريف تهامة بدون أي تشخيص أو بدون أي فحص كان مخبري، وهو ما هو الحال عليه اليوم في كافة مناطق الريفية داخل محافظة الحديدة. طيب سيد بسيم، يعني كونك صحفي من أبناء الحديدة ويعني متواجد هناك، يعني نتساءل عن السلطات الصحية سواء في المناطق التي تخضع لسيطرة الشرعية والتحالف أو المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الحوثي، يعني هل الأجهزة أو السلطات الصحية سواء في المناطق المحررة أو المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الحوثي قائمة بواجبها على أكمل وجه وفق المتاح، أم أن هناك تقصير من جهة معينة أو في منطقة معينة؟ نعم أخي، لا يوجد اختلاف، التدخل كان من قبل المنظمات سواء في مناطق سيطرة الحوثي أو من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وهي المناطق التي بدأ فيها انتشار الوباء هي مديرية الخوخة وتحيتا وحيس، وهي مناطق تسيطر عليها الشرعية. نعم. وتم تدخل من قبل المنظمات الدولية في تلك المناطق، والأمر مشابه لها في يعني أفهم أن الاهتمام بدرجة أولى هو من قبل المنظمات بينما كوزارة صحة نعم.
يعني لا نعم لا هو تبدي الأمر أو لا تتحرك بالأهمية المقابلة لهذا المرض يعني. نعم أخي، حنا نتكلم على مراكز صحية منتشرة في 512 مركز محافظة أو 26 مديرية، لا يوجد لها ميزانية من وزارة الصحة من قبل الحرب. هذه أيضا معضلة كبيرة جدا. أكثر المراكز الصحية الآن مشغلة في المناطق الريفية بمحافظة الحديدة بدعم من المنظمات، ولكن كما قلت لك تدخل المنظمات هو تدخل للرعاية أولية أكثر مما هو لتشخيص المرض ومكافحته بشكل كبير جدا. هناك ملايين تهدر بشكل عبثي كبير جدا. أيضا في المقابل حملات النظافة والوقاية من المرض للأسف يعني ساهم يعني تدنت بشكل كبير جدا، وهو ما ساهم في انتشار المرض بشكل كبير جدا. اليوم نحن نتكلم على شوارع حديدة مكتظة بالقمائل المكدسة منذ أسابيع وأشهر. صندوق النظافة والتحسين في المحافظة أيضا كان يعتمد على حملات نظافة تقدمها أو تدعمها المنظمات الدولية. كل عندما تحدث عن إيرادات محافظة، للأسف إيرادات محافظة تنهب وتسلب من قبل القائمين عليها من قبل الحوثيين، ولكن في الدعم يعني نفهم الصحي حتى في مسألة النظافة والصرف الصحي وأيضا المراكز الطبية والصحية، ما يقدم من دعم لهذه الجهات ويأتي عبر المنظمات وليس من قبل سواء السلطات الحوثي أو السلطة الشرعية في مناطق سيطرتها، هو كل الاعتماد في هذه المناطق على المنظمات التي تقدم الدعم سواء مراكز صحية أو المراكز المختصة بالنظافة. نعم أخي، حتى على مستوى المياه وضخ المياه للمنازل هناك دعم من المنظمات للمشتقات النفطية، لكن كما قلت لك الدعم يعني يصرف بشكل عبثي جدا. لا يعني الوضع في الميدان ليس بما يعلن عنه من أرقام كبيرة ومهولة من الدولارات التي تصرف المنظمات لمكافحة مرض ما أو دعم مشروع خدمي في المحافظة. هناك تقصير كبير جدا من قبل السلطات. ايضا ما يتعلق بموضوع الرش الضبابي، هذه اهم العوامل التي تكافح الانتشار البعوض والاوبئه في المحافظه. اختصرت على مناطق معينه دون غيرها، وكانت خارطه الرش الضبابي للاسف لم تغطي كافه مناطق المحافظه وخاصه مركز المحافظه اللي هي مدينه الحديده. اليوم هناك محاولات لاعاده دعم هذا المشروع من قبل المنظمات بالدرجة الأولى منظمات الصحة العالمية، ولكن هناك حتى الآن غير لا يوجد تجاوب سريع في هذا الجانب. البعوض هو الناقل الرئيسي والأساسي للحميات في المدينة وفي مناطق الريف، مكافحته يكون عبارة عن رش ضبابي يشمل كافة المناطق. أيضا موضوع النظافة للأسف ساهمت بشكل كبير جدا في تفشي الأوبئة في كافة المناطق. نعم، طيب هنا يعني لو نتساءل بتساؤل أخير سيد بسيم فيما يتعلق بالمناطق التي يعني فيها أكثر تركيز لانتشار هذا الوباء، هل لديك معلومات حول المناطق التي يعني يوجد فيها بشكل كبير انتشار لهذا الوباء، ولو لديك أيضا معلومات عن عدد الوفيات أو لو هناك إحصائية أخيرة يعني؟ نعم أخي، هناك مديرية بيت الفقيه الوباء فيها منتشر بشكل كبير جدا. أيضا في مركز المحافظة مديرية الحوك الوباء متفشي فيها بشكل كبير جدا. أيضا هناك زبيد مكتب الصحة في المحافظة أعلن الأسبوع الماضي عن 90 حالة وفاة، وهو للأسف يعني عدد غير واقعي. هناك مئات الحالات التي قضى عليها الوباء، نحن من نعرفهم بشكل شخصي والعشرات من أبناء المدينة فقدت أرواحهم في هذا الوباء وبحمى الضمك. هناك تكتيم إعلامي خاصة في المناطق التي تسيطر عليها الحوثي، وأكد لك أيضا حتى المناطق التي يعني تسيطر عليها القوات الشرعية كانت الإحصائيات غير دقيقة، إلا أن هناك محاولة تحجيم هناك المرض، ونوعا ما خفت انتشار الوباء في تلك المناطق كونها عبارة عن مديريتين ونصف أو ثلاث مديريات، لكن الوباء منتشر بشكل كبير جدا في مناطق سيطرة الحوثي. هناك اهتمامات أخرى للحوثي غير الصحة والخدمات التي يفترض أن تكون من الخدمات الرئيسية والأساسية التي تقدم للمواطن، بدلا من جني الأموال وملاحقة التجار وأصحاب المحلات
لدفع ضرائب ورسوم ومجهود حربي وكثير ودعم بعض الفعاليات التي لا تخدم المواطن بأي حال من الأحوال. نعم، إذن سيد بسيم الجناني صحفي كنت معنا من محافظة الحديدة، شكرا جزيلا لك. إذن أرحب الآن مشاهدينا بضيفي، سينضم إلينا من مأرب الصحفي عبد الحفيظ الحطامي. سيد عبد الحفيظ مساء الخير. مساء كريم لك ولضيوفك الكرام. أهلا بك سيد عبد الحفيظ، يعني نتحدث اليوم عن محافظة الحديدة والانتشار للأوبئة في هذه المحافظة، خصوصا مؤخرا مع الانتشار الكبير للمرض أو الوباء الفيروسي المسمى محليا بالمكرفس. يعني هنا يعني كيف تقيم الوضع الصحي والحال في محافظة الحديدة؟ نعم أخي الكريم، خلال تواصلنا مع العديد من المستشفيات الحكومية وأيضا العيادات والمستشفيات الخاصة، هناك كارثة وبائية في مدينة الحديدة بالذات في مركز محافظة الحديدة. الوباء اجتاح العديد المئات من الأسر، وهذا الوباء الذي يطلق عليه شعبيا هناك بالمكرفس يجتاح كافة، إذا دخل أسرة لأحد أفرادها ينتقل إلى كافة أفراد الأسرة ويصيب الجهاز المناعي إضافة إلى المفاصل والأعضاء بالشلل التام، إذ يبقى المريض خاضعا للسوائل الوريدية ولا يستطيع الحراك على فراشه. هناك حالة كارثية بحسب مصادر في مستشفى الثورة والمستشفيات الحكومية بأن ما يحدث في مدينة الحديدة للأسف الشديد وباء يجتاح معظم المدينة، إضافة إلى انتقاله إلى بعض المديريات الريفية مديرية بيت الفقيه الحسينية، الجراح، الزبيد، المنصورية، حيث يضيع وصولا إلى منطقة الضحي وحتى المنيرة. كل هذه المديريات موبوءة أخي الكريم في ظل غياب تام للخدمات الصحية. طيب سيد عبد الحفيظ، سيد عبد الحفيظ إذا ما تحدثنا هنا المستشفيات والعيادة نعم الخاصة. نعم سيد عبد الحفيظ، إذا ما تحدثنا هنا عن السلطات الصحية في المحافظة وال يعني المتمثلة بمكاتب الصحة سواء في مناطق سيطرة الحوثيين أو المناطق المحررة وتحت سلطة الشرعية، كيف يعني تجدون دور السلطات الصحية في هذه المناطق؟ هل هي قائمة بدورها على أكمل وجه ولكن وفق المتاح مثلا؟ أخي الكريم، بالنسبة فيما يتعلق بمناطق السيطرة هناك بعض المبادرات من بعض الهلال الأحمر الكهف في المناطق الموبوءة كمديريات حيث والخوخة والسحيتة، إضافة إلى عدم وصول هذه إلى المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات أو تلك المناطق والقرى والأرياف التي لا تزال تحت خط الاشتباك بين الطرفين. أما في المنطقة الواقعة في تحت سيطرة الميليشيات هناك كارثة وبائية أخي الكريم، وخاصة بعد توقف صرف الرواتب للمسؤولين والموظفين لا يستطيع الناس الذهاب للمستشفيات الخاصة، وبالتالي هناك ازدحام مهول في المستشفيات الحكومية والكثير منهم لا يحصلون على الأدوية، البعض عادوا واشتروا العلاجات من الصيدليات الخارجية واستسلموا للموت أخي الكريم في محافظة الحديدة. وهنا أطلق كشاهد عيان وكمراقب للوضع الصحي الكارثي وكصحفي من أبناء الحديدة أطلق مناشدة للسلطة للحكومة الشرعية ولسلطة الأمن الواقع ولكافة الجهات المعنية بحقوق الإنسان، محافظة الحديدة محافظة منكوبة بوباء جديد حتى هذه اللحظة لم يشخص ولم تذهب عينات إلى مراكز الفحص المركزي لمعرفة ما هي هذه الأوبئة التي زادت إمعانا في محافظة الحديدة، إضافة إلى حمى الدرك التي تعصف بهذه المحافظة. وللأسف الشديد تقف المنظمات الأممية صامتة ومتفرجة إزاء ما يحدث في محافظة الحديدة من انتشار الأوبئة بعد ومع ذلك هذا الوباء اجتاح كافة المناطق، وبالذات هناك من يموت صمتا داخل منازلهم بسبب عدم حصولهم على الأدوية، والبعض يلجأ إلى العلاجات الشعبية كعلاج بالحمر والحلص وغيرها التي كان أجدادهم يتعالجون بها
في منتصف القرن الماضي في العقد الماضي في عهود الكأس الإيماني. إذن وضحت الصورة، أشكرك جزيل الشكر الصحفي عبد الحفيظ الحطامي، كنت معنا من محافظة مأرب، وأرحب هنا بضيفي من عدن وكيل محافظة الحديدة سيد وليد القديمي، أو عفوا وليد الوتيري. سيد وليد مساء الخير. السلام عليكم، اسمي الدكتور وليد الوتيري، مدير تنفيذي للمنظمة الوطنية للتنمية الصحية بعد. حياك الله دكتور وليد، وسيتم تصحيح هذا الأمر من قبل الزملاء، ولكن يعني نتحدث اليوم عن الوضع الصحي في محافظة الحديدة، خصوصا مع الانتشار الكبير للأوبئة وعلى رأسها الوباء المعروف محليا بفيروس المكرفس. يعني كيف تجدون الوضع في محافظة الحديدة، الوضع الصحي مؤخرا؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أحييك وأحيي مشاهدي قناة بلقيس، وأشكر العاملين على هذه القناة على اهتمامهم بالوضع الصحي، الوضع المنسي خلال هذه الأيام الصعبة التي يعيشها المواطن اليمني، سواء في محافظة الحديدة أو في محافظات الجمهورية. الوضع الصحي في غاية التدهور نتيجة كسبب رئيسي للحرب المستمرة منذ سنوات، وكما حذرنا ونحذر دائما إن لم تتوقف هذه الحرب العبثية التي تطحن المواطن اليمني لن تستقر الأوضاع. وبالنسبة وأنا أتكلم عن الوضع الصحي بشكل خاص، الوضع الصحي يعني مؤهل للمزيد من التدهور، لأنه الوضع الصحي مرتبط ارتباط كامل بالوضع الاقتصادي، والوضع الاقتصادي سيء أصبح للغاية، أصبح المواطن اليمني لا يستطيع أن يوفر يعني قوت يومه، فما بالك بالأدوية والعلاجات إلى آخر. ايضا نحن في مجتمع يا العادات والتقاليد والسلوكيات التي يمارسها الكثير من ابناء اليمن يعني نوعا ما فيها قصور، ولذلك دائما نكرر انه معظم الامراض هناك طرق سهلة وبسيطة في متناول أيدي الجميع للوقاية منها، سواء كان الأمراض الفيروسية أو مرض الأمراض البكتيرية مثل الكوليرا والدفتيريا وغيرها. وأما ما يحدث لإخواننا في محافظة الحديدة، فهناك الوضع الصحي في محافظة الحديدة متدهور كأي محافظة يمنية منذ ما قبل الحرب، وأتت هذه الحرب وجعلت الوضع أسوأ وأسوأ لنتيجة يعني الحالة النفسية للمواطن اليمني. طيب دكتور وليد، وسائل الوقاية بالنسبة للمكرفس أو ما يعرف يعني محليا بالمكرفس، بالنسبة لوسائل الوقاية هل هي يعني تتشابه مع وسائل الوقاية للكوليرا والدفتيريا وغيرها من الفيروسات المنتشرة مؤخرا والأوبئة؟ أخي العزيز، المرض ما يسمى المكرفس وهو ما شبيه لمرض حمى الضنك، الوسائل الوقاية وأولها، لأنه حتى معظم الأمراض الفيروسية لا يعني علاجها يعني أهم طرق الوقاية هو إزالة المسبب، لأن الأمراض الفيروسية بالعادة يعني لا تكون لها يعني أدوية معينة، لأنه الفيروس يعمل يعني مقاومة ضد الكثير من ضد معظم الأدوية، ولذلك مرض المكرفس ما يسمى في الحديدة أو حمى الضنك أو غيره من الأمراض الفيروسية، طرق الوقاية منها أهم خطوة لمكافحة المرض. وأهم طريقة من طرق مكافحة هذه الأمراض هي إزالة البؤر التي يتكاثر فيها البعوض الناقل لهذه الأمراض، فالبعوض
مشكلة كبيرة يواجهها أبناء المناطق الحارة أبناء المناطق، وحتى نحن هنا في محافظة تعز في الآونة الأخيرة انتشرت الحمى الموسمية، وكان أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذه المشكلة الصحية والبعوض. فإزالة البؤر التي يتكاثر فيها البعوض أهم خطوة لمكافحة هذه الأمراض، أيضا التخلص من الإطارات القديمة والتخلص من النفايات والأشياء غير الضرورية، أضف إلى ذلك المياه الراكدة التي توجد في الأحياء أو أمام المنازل أو في الأحواش أو في السطوح أو داخل المنزل. هناك بعض الأسر نتيجة شحة المياه التي تعاني منها معظم محافظات الجمهورية اليمنية يلقى الكثير من أبناء المجتمع إلى تخزين المياه في أواني أو يعني آنيات داخل المنزل، وتكون مكشوفة، وتكون عندما تترك مكشوفة تكون بيئة خصبة لتكاثر الفيروس البعوض الناقل لفيروس المسبب للمكرفس او الحمى. دكتور يعني انت كمتابع لاهتمام او لمكاتب الصحه سواء او السلطه الصحيه بشكل عام ووزاره الصحه فيما يتعلق بمكافحه هذه الاوبئه بمناطق انتشارها كالحديده ومناطق اخرى، يعني هل موضوع الحاله او الوضع الصحي الاستثنائي الحاصل يعني يلاقى بذاك الاهتمام من قبل الشرعيه كحكومه وممثله ايضا بوزارة الصحة، أم أنهم يتعاملون مع الوضع بأن الأمور تمشي في السياق الطبيعي والوضع الطبيعي؟ يعني أخي العزيز، نحن في اليمن سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة أنصار الله أو سواء في المناطق الخاضعة للشرعية يعني نعيش وضع سيء للغاية، لأنه إحنا بلد فقير إمكانياتنا بسيطة. ما تقوم به السلطات الصحية يعني شيء جميل جدا في ظل يعني الإمكانيات الشحيحة التي يمكن أن تتوفر لهذه السلطات، سواء كانت سلطات صحية أو السلطات المحلية أو في الوزارات. الإمكانيات التي تتوفر لدى هذه الجهات إمكانيات شحيحة لا تكاد تكفي لأن تقدم خدمة صحية متميزة، ناهيك عن وضع استثنائي، وضع حرب، وضع صراع، وضع يعني متدهور للغاية. أقصد أن هناك دكتور نسمع بين فترة وأخرى عن اعتمادات معينة لأشياء معينة ومشاريع في يعني سياقات في الوضع الطبيعي، لكن أن يكون هناك فيروس ينتشر ويتوسع بشكل كبير، هنا يجب أن يكون الحضور استثنائي أساسا من قبل الحكومة ومن قبل وزارة الصحة، وأن تنفق يعني المبالغ بأولوية لمكافحة هذه الأوبئة التي قد تنتشر وتعم البلد بأكمله. يعني هنا يعني ننظر أن هناك مسؤولية ضعيفة. أخي العزيز، الأمراض والأوبئة تنتشر حتى في الدول المتقدمة، لكن هناك مواجهة لهذه الأوبئة في هذه الدول. هناك غرف عمليات ومراكز للرصد والاستجابة السريعة، هذا ما ينقصنا هنا في اليمن. لا توجد يعني لا توجد غرف متخصصة بالرصد والتقييم والاستجابة السريعة، ولذلك لا يحدث أي تدخل سواء كان من السلطات يعني الصحية في أي محافظة من محافظات الجمهورية أو من أي منظمة من المنظمات سواء المحلية أو الدولية. لا يحدث هذا التدخل إلا بعد أن يجتاح المرض ويتفشى ويفتك بالكثير بالعشرات من الناس. الاستجابة لمثل تفشي الأمراض يعني بعد أن تكون قد حلت الكارثة، هذا أمر يعني صعب للغاية، صعب للغاية حتى في الدول التي تمتلك يعني مقومات خدمات صحية كبيرة. فما بالك في هذا الوضع الذي نعيشه؟ أنا أشفق
انا اشفق عن جد يعني، اشفق على زملائنا واخوتنا الذين هم الان في الصداره في مراكز صنع القرار ومراكز تحمل المسؤوليه. انا اشفق عليهم لانهم يعني حتى ما يتم رصده لا يكفي. كثيرا ما قلت انا في اكثر من مقابله سواء عبر قناه بلقيس او القنوات الاخرى، اما ما نحتاجه اليوم لا يكفي غدا. كل يوم يمر وهذه الحرب الظالمه المستمره، الحرب التي نسال الله سبحانه وتعالى ان يصلح احوالنا وان يهدي فرقاء هذه الحرب الى ان يحقروا دماء ابناء اليمن. الحرب هذه سأدت وستؤدي الى كوارث لا يحمد عقباها. ما نحتاجه اليوم لا يمكن ان يلبي احتياجات الغرب. كل يوم يمر فاتوره المعاناه وفاتوره الاحتياجات. هو لا حل دكتور الا بانتهاء هذه الحرب ويعني عوده الاوضاع الى طبيعتها. اشكرك جزيل الشكر، ده اهمنا الوقت. دكتور وليد الوتيري رئيس المنظمه الوطنيه للتنميه الصحيه كنت معنا من تعز، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا في الختام اشكر جميع ضيوفي وتقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقه الزميل عبد الرقيب الأبارة وهي ايضا جميع افراد طاقم العمل. حتى الملتقى في امان الله.